الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. ها هنا في القيروان يحل ضيفا مبجلا الشاعر الجزائري الدكتور يوسف الغنيسي. شاعرنا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، سعيد جدا بهذه الاستضافة الطيبة الكريمة. إن شاء الله عطرت القيروان بحضورك الجميل في الدورة 24 لمهرجان ربيع الفنون الدولي بالقيروان. بارك الله فيكم. طبعا هذه بالنسبة إلي هي الزيارة الثانية إلى القيروان. أول مرة دخلت تونس كانت سنة 2016 وللمشاركة في مهرجان ربيع الفنون بالقيروان، وأحمد الله أنني أعود إلى القيروان بعد 6 سنوات كاملة للمشاركة في هذه الدورة. شكرا لأهل القيروان. طبعا القيروان بتاريخها العريق جدا دينيا وثقافيا وأدبيا، طبعا يسعد المرء جدا أن يحل بالقيروان. إذن أهلا وسهلا شاعرنا المبجل. أسألك سؤالا يكاد يكون تقليديا يطرح على الشعراء اليوم في علاقة الشعر بالموسيقى وفي هذه التطورات في إيقاع القصيدة من شعر التشطير إلى قصيدة التفعيل مرورا بالموشح طبعا إلى ما يسمى قصيدة النثر الومضة إلى آخره الهايكو. إذن ذائقة يوسف الغنيسي وحظ الموسيقى في القصيدة بالنسبة إليه. طبعا أنا لا أتخيل شعرا بدون موسيقى. الموسيقى عنصر قار ثابت في الشعر في لغاته المختلفة، يعني الشعر بصورة مختلفة يعني بصورة عامة. حتى الشعر يمكننا أن نركز فيه على أمرين اثنين ثابتين ربما، وكل الأشياء الأخرى هي متغيرات. الصورة الصورة والموسيقى والموسيقى والموسيقى. طبعا الإيقاع الذي هو محور هذا السجال، يعني الإيقاع طبعا بأشكاله المختلفة. نعم، إيقاعات مختلفة، تسميات كثيرة، وتقريبا كل التطورات التي عرفتها القصيدة كان الإيقاع عنصرا مركزيا فيها. نحن كنا مثلا في الزمن العمودي، الزمن الشعري الأول طبعا في السابق كان لنا شكل واحد هو الشكل العمودي، وبعد ذلك حدثت بعض التغيرات الإيقاعية داخل الشكل الواحد، يعني داخل الشكل العمودي نفسه. يعني الإيقاعات حتى البحور مثلا، الأوزان أحيانا بعض الأوزان التي عثر عليها بالدائرة العروضية التي كانت تسمى مهملة بعضها انتقل من حيز الإهمال إلى حيز الاستعمال. كان هناك بحر اسمه المتدارك، يعني أو ربما لم تطلق عليه هذه التسمية. القدماء كانوا يعتقدون أن الدائرة الخامسة من دوائر الخليل دائرة المتقارب تضم بحرا واحدا وهو المتقارب، حتى أن أبا العلاء المعري كان يدعو ربه قائلا: ربي لا تجعلني فردا كالمتقارب في دائرته. ويبدو وكأن الله استجاب لدعائه ولم يعد المتقارب وحده، صارت ظهر المتدارك. وبعد ذلك أيضا وجد بحر لا يمكن أن يدرج ضمن هذه الدوائر هو بحر الخبب، يعني تذكر القيروان والقصري بقي المحدث كما يسمى، يعني الجدال كله في هذه الدائرة. وبعد ذلك أيضا في ضمن العصر الذي يسمى ظلما وعدوانا بعصر الضعف أو عصر الانحطاط، وربما التسمية السليمة هي عصر الدول والإمارات لأنها تسمية حيادية. في هذا العصر، هذا العصر كان عصر فراء إيقاعي كبير، ظهرت أشكال إيقاعية مختلفة، ظهرت الدوبيت، ظهرت السلسلة، ظهر حتى يعني بدأ ضمن ما يسمى بالفنون السبعة أو الفنون المستحدثة، بدأ الحديث عن الزجل، بدأ الحديث عن الموشح، عن الكانكان، عن الموالية كذا. هذه كل هذه الأشكال تقريبا الثابت فيها هو الشكل الإيقاعي. ولذلك حتى يعني في عصرنا الحديث انتقلنا من شكل التشطير كما سميته الشكل العمودي أو شكل الشطرين إلى الشكل التفعيلي أو شكل الحرب. ظهرت التفعيلة، وداخل التفعيلة أيضا ظهرت متغيرات، يعني تقريبا في نفس الزمان، يعني في بدايات القرن 20 أو ربما في نهاية القرن 19 مثلا ظهر تجديد داخل الشكل العمودي، يعني ظهر الاحتفاظ بالوزن ثم
عدم التقيد بالقافية فيما يعرف بالشعر المرسل مثلا. قلت بعد ذلك ظهر الشكل التفعيلي، الشكل التفعيلي أيضا القصيدة المدورة داخل الشكل التفعيلي، نعم التدوير يعني أصبح تقنية ويعني لافتة للانتباه لدى بعض الشعراء. ثم بعد ذلك فكر الناس بعض الناس في التخلي عن الوزن وعن التفعيلة فظهرت قصيدة النثر. طبعا ظهور قصيدة النثر يعني كان عمرا بالنسبة للنثر أستاذ يوسف يعني قيل أول ما كان به الشعر شعرا موسيقى، هل استطاعت قصيدة النثر أن تكون دون موسيقى؟ طبعا قصيدة النثر الموسيقى لا بد منها. الآن كيف يكون هذا البديل الإيقاعي؟ يعني من الصعب جدا أن تضحي بالوزن أو التفعيلة وتبحث عن بديل، و من صعب أن تضيع هذا وأن تبحث عن بديل لهذا. عليك أن تكون ذا مهارة بلاغية كبيرة عسى أن تعثر على بعض ربما المهارات الإيقاعية كالتكرار، تكرار بأشكال تقريبا التكرار هو موسيقى يعني. نعم هذا كله في إطار ما يعرف عند بعض الإيقاع ولكن يبقى موسيقى. الإيقاع الداخلي طبعا هو موسيقى، ولكن يعني هل يمكن لهذا الإيقاع الداخلي أن ينوب مناب المكان؟ هذا تحدي أكبر، وأنا أتصور أن من يكتب القصيدة النثرية لابد أن يكون واعيا بأنها أصعب الأنماط الكتابية في مجال الشعر. شكرا جزيلا. إذن هذا هو هذه الرؤية الشعرية من حيث جانب الإيقاع وما به يكون الشعر شعرا بالنسبة إلى شاعرنا يوسف الغليسي ضيفنا في القيروان. كلمة الختام لجمهورك في مهرجان ربيع الفنون الدولي بالقيروان أستاذ يوسف. لا يسعني إلا أن أعرف عن عميق سعادتي مرة أخرى لأنني سعيد جدا فعلا في القيروان، يعني في القيروان هكذا كأنك تعيش التاريخ القديم، يعني كأنك تعيش زمن عقبة بن نافع، ويعني وبيننا وبين عقبة بن نافع يعني قاسم مشترك بيننا وبين إخواننا التونسيين. وأيضا هذا لا ينسينا الحاضر التونسي، كنت منذ قليل يعني في مكتبة تين فوجدت موسوعة للقيروان، والقيروان بحاجة إلى موسوعة كثيرة، ويسعدني جدا أن أطلع على جانب ولو يسير جدا من موسوعية القيروان التاريخي. هذا هو الدكتور الشاعر يوسف الغليسي ضيف القيروان، إلى اللقاء. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.